فقدت بصري بال 2013 على اثر مرض التهاب الشبكيه الصبغي. طلعت من عالم النور ودخلت في عالم مليء بالظلمه. فالحمد لله تكيفت مع هذا العالم. بدايه كان الامر جدا صعب. بعدين خرجت للمجتمع، حاولت ادمج نفسي مع المجتمع حتى الناس يستوعبون هذا الانسان الكفيف، وحتى اوصل رساله انه هذا الانسان الكفيف مو عاجز. التحدي تحدي الزواج. اليوم الانسان الكفيف اذا يريد يقبل على الزواج فكر يتزوج، راح كل الناس تقريبا ترضى، يقول لك انت انسان كفيف شلون تعيش نفسك، شلون تعيش بيتنا، وهذا مو صحيح. انا بديت تجربتي بال 2015، اول محاوله زواج فشلت للاسف، ثاني محاوله الحمد لله تزوجت هاي زوجتي، وهي ايضا صارت وياي رساليه نوصل رساله للمجتمع بانه يا ناس يا مؤمنين، اذا الانسان المكفوف تقدم للزواج من بيتكم زوجوه، لا تشوفونه هو عاجز. اهل زوجتي هم كانت نظرتهم سوداويه، وحتى زوجتي نظره سوداويه وسيئه عن الانسان الكفيف، لكن بعد الزواج لا تغيرت جذريا 180 درجه الحمد لله. صار عندي فاطمه وشهربان واحمد. انا وزوجتي والعلويه نغم من السماوه، هي ايضا نغم كفيفه، نحاول نزوج اكثر عدد ممكن من المكفوفين من هاي الشريحه. طبعا عندنا رابطه تمتد من البصره لحزاخو، وهاي الرابطه انا والعلويه نغم وزوجتي الحمد لله هسه بنسبه معينه زوجنا، والله وايد زوجنا. ايضا زوجنا بنات مكفوفات من الناس يشوفون. نظرتي بعد ما تزوجت طبعا مكفوف وتعايشت معاه، شفت انه ما بينقص ويقدر، قلت لك ما يقدر يسوي كل شيء. هو كنت يعني نظرتي سوداويه من ناحيه المكفوف، كان ظني انه ما يقدر ياكل وحده او يشرب او يقضي اشياء الخاصه. بعدين لا، اتضح لي بالعكس هو يساعد، اي يساعد المبصر. الله اتمنى انه اقدر اشيل فد شويه يعني من المظلوميه اللي ظالمينها للمكفوفين، من ناحيه انه والله كفيف قلت لك عاجز يشوفونه. يا امي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر.